طيب شيخنا بارك الله فيك، يقول هو قاعد في دولة أجنبية وعايز يخطب بنت هنا في مصر، هل يجوز إن هو يراها عن طريق النت؟ يجوز إذا أمنت الغوائل. طيب إذا تمت الخطوبة إزاي يكون المكالمات بينهم وهو بره، ويقولوا هو هينزل مباشرة على الجواز؟ عادي كلام امرأة أجنبية بالتي هي أحسن.